المباراه العربي والساحل. هني احمد الصالح اعطاه كرت اصفر. احمد ابراهيم اصفر ولا احمر؟ لا عايشه اصفر يعني اصفر. وحسن اصفر اصفر. وعبد الله اصفر اصفر. ومحمد اصفر اصفر. هذا اصفر شايت الكره قبل ترى مع الريال داش عريله شايت الكره اي مع شوت الكره والله مع شايت انا اشوفه شايت الكره اصلا ما المفروض ما تستحق شيء. شوف شايت الكره شوف شايت الكره وهذاك حط ريله المفروض يوخر اللاعب يعني اللاعب شايت الكره يعني اللاعب العربي اقرب. انا اعتذر مو اصفر هذا ما فيها شيء صح هو المفروض يتحاشى صح والله المفروض المدافع شايت الكره المفروض المدافع يوخر عطى اصفر لاعب الثاني شوف شايت الكره إيه؟ مسعود اقرب الكره اللاعب العربي لا عبالي بعد اللقطه شفت اللقطه محاش راسه عبالي طيب الحاله التحكيميه الثانيه مطالبات بركله جزاء للساحل لمسه يد وعايشه والله دي لمسه ايده بلنتي انت ما بينت يعني هذا مو واضح ترى ما في العاده هذا هذه بالنسبه لنا مو واضحه بس اذا لامسه ايده شوف بل انت لا غبار عليه احييك والله محمد وعسل والله من هني واضح الايد وتغيرت اتجاهها بس يمكن ما طقت ايده بعدين قريب إذا إذا إذا, اذا 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 هناك اذا ايده اكيد بلنتي شوف اللايمن شوف طالعه ايده طالعه ايده مو واضحه بالنسبه مو واضحه مو يمكن طقت ظهره لا مو ظهره طقت ريله وحاجه ايده ما تدري مو واضح اللقطه مو واضحه بس اذا طاقه ايده بلنتي اذا طاقه ايده على طول بلنتي يمكن طاقه شيء بجسمه بعدين ايده يمكن ما ادري بس واضح اللايمن يعني افترض اللايمن هذه بعد مو ظهر اللايمن قدامه نعم انتقل الحاله التحكيميه الثالثه ما كان في تقنيه فار بالمباراه لا في بس كاميرا ما في ذا الاعاده بس من على الجنب ما يصير يا اخو هني كرت اصفر فقط يعني يمكن نفس دخلت احمد نفس دخلت احمد ابو عايشه شو تقول اوف لا هذه بيلين هذه زنيفر اللي مؤخر الكره لا هذه بيلين شو تقول ايه انا والله انا اقول اصفر 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 ابو عبد الله اصفر 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 نروح للقرار التحكيمي الاخير او قبل الاخير هذه توهق شو حسبها ترى لمسه يد صح الكره دشت داخل الملعب ولا ما دشت اكيد اي هو داخل محمد شوف داخل محمد اي صح هذه صحيح لا بالعربي شو ما في كذي محمد متردد فريح لما مسكه متردد طيب نروح القرار والحالة التحكيمية الأخيرة وعايشة ركلة جزاء شوف يعني إذا سمحت شوف باللقطة هذه تشوفها ركلة جزاء لكن الحكم يوسف نصار مشكورا نصبح عليه بالخير دز فيديو موضح مال الفار من خلال فيديو الفار الكرة ما فيها شيء أنا للوهلة الأولى قلت بلنتي وحملت الحكم لكن لقطة الفار وضحت لنا أن الكرة ما فيها ولا شيء واللاعب تدخل على الكرة قبل ريل اللاعب العربي هو اللي كان شوي يعني يحير أن الدخول عنيف ومتهور لكن قرارات ما القرارات يقولك إذا كان يعني لامس الكرة أول شيء أو مبعد الكرة ما يكون ترى اللقطة موجودة بس هي بس أنا تصور يعني أنا إنه تهور ودخول يعني خطير بس ما فيها شيء كلش مو بنالتي يعني لا على القرار على 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 على, على اللقطة الحين هذه شنو تشوف أنا أشوف إنه أوكي هو شال الكرة بس خلاص هو ما فيها شيء هو شال الكرة بس لكن تهور من مدافع انا يعني المفروض ما يدش بالمنطقه ما يدش بالمنطقه هذه وحتى الحركه بس يعني بس حتى المقص يعني اي بس ما فيها شيء انت تقول ما فيها شيء ابو محمد ما فيها كل